مرحبا بكم في دروس خصائص اللوغاريتمات، وسوف يكون هناك العديد من التدريبات العملية. وإذا لم تقنعك إحدى هذه الخصائص وتريد أن تبرهنها، فإنني قمت بعمل 3 أو 4 عروض لإثبات هذه الخصائص، لكن ما أود فعله هو أن أوضح لكم الخصائص ومن ثم أوضح كيفية استخدامها، وهذا يتطلب تدريبات عملية أكثر. دعونا الآن نقوم بعمل مراجعة سريعة على اللوغاريتمات. إذا افترضت أن A لا، هذا ليس صحيحا. دعونا نرى، أريد أن أغير هذا. هيا بنا نبدأ. لنفترض مثلا أن A، دعوني أبدأ، A للقوة B تساوي C. يمكننا التعبير بطريقة أخرى عن هذه العلاقة، بدلا من كتابة الأسس نكتبها كلوغاريتم. إذن يمكن أن نقول أن لوغاريتم الأساس A ل C، لوغاريتم الأساس A ل C يساوي B. كلاهما يعبر عن نفس الشيء، وما يختلفان به هو الناتج. في الحالة الأولى أنت تعرف قيمة كل من B و A، ومنهم ستجد قيمة C، هذه هي فائدة الأسس بالنسبة لك. وفي الحالة الثانية أنت تعرف قيمة A، حيث عندما ترفعها لقوة ما ستحصل على C، ومن هنا يمكنك معرفة قيمة B. إذن كل هذا يمثل نفس العلاقة، ولكننا نكتبها بطريقة مختلفة. الآن سوف أقدم لك بعض الخصائص الشيقة للوغاريتمات، وكلها في الواقع منبثقة من هذه العلاقة ومن قواعد الأسس العادية. أول شيء هو أن اللوغاريتمات، دعوني أستخدم لونا أكثر بهجة، اللوغاريتم لأي أساس، دعونا نسمي الأساس، لنفترض أن الأساس B. لوغاريتم الأساس B ل A زائد لوغاريتم الأساس B ل C، هذا ينجح فقط عندما يكون لدينا نفس الأساس، وهذا مهم أن نتذكره. هذا يساوي لوغاريتم الأساس B ل A ضرب C. والآن ماذا يعني هذا وكيف نستخدمه؟ أو الأفضل أن نحاول تطبيقها باستخدام بعض الأمثلة. هذا يعني أنه سوف أنتقل إلى لون آخر لنستخدم اللون البنفسجي، لا أعلم كيف أقوله بشكل صحيح، لنخصص هذا اللون للمسائل. دعونا نفترض أن لوغاريتم الأساس 2 ل 8 زائد لوغاريتم الأساس 2 ل 32، إذن لوغاريتم الأساس 2 ل 32. النظرية تقول أنه يجب أن يساوي، إذا افترضنا صحة تلك النظرية، فإن هذا يجب أن يساوي اللوغاريتم الأساس 2. حسنا، لقد قلنا 8 ضرب 32، 8 ضرب 32 تساوي 256. لنرى إذا كان ذلك صحيحا فقط باستخدام هذا العدد، ولكن هذا ليس إثبات للنظرية، ولكنني سأعطيك القليل من الأفكار لكي تدرك ما الذي يحصل. إذا لقد استخدمنا تلك الخاصية البسيطة التي وضحتها لكم، لنرى ما إذا كانت ستنجح. إذا لوغاريتم الأساس 2 ل 8، الاثنين مرفوعة لأي قوة حتى يكون ناتجها 8،
حسناً، 2 مرفوعة للقوة 3 تساوي 8، إذن هذه العبارة هنا تساوي 3. لوغاريتم الأساس 2 ل 8 يساوي 3. والآن 2 مرفوعة لأي قوة تعطينا الناتج 32؟ لنرى 2 مرفوعة للقوة 4 تساوي 16، ومرفوعة للقوة 5 تساوي 32، بالتالي هذا الجزء هنا عبارة عن 2 مرفوعة للقوة 5. هنا 2 مرفوعة لأي قوة سيكون ناتجها 256. حسنا، إذا كنت متخصصا في علم الحاسوب فسوف تعرفها على الفور. إن البايت يمكنه أن يحتوي على 256 قيمة، بالتالي هي 2 للقوة 8. ولكن إذا لم تكن تعلم هذا فيمكنك حسابها بنفسك، لكن هذا يساوي 8. ولم أقل ذلك لأنني أعلم أن 3 زائد 5 تساوي 8، لكنني حسبتها بمفردي وهذا يساوي 8، ولكنه لا يبين أن 3 زائد 5 تساوي 8. قد يبدو هذا غامضا بالنسبة لك، أو ربما قد يبدو واضحا، وبالنسبة لمن تبدو له الأمور واضحة بعض الشيء حاولوا أن تفكروا معي. 2 للقوة 3 ضرب 2 للقوة 5 يساوي 2 للقوة 3 زائد 5. إنها ببساطة من قواعد الأسس. ماذا يسمون هذا؟ أعتقد خاصية تجميع القوى، لست أدري، لا أعرف مسميات الأشياء. وهذا يساوي 2 للقوة 8، وهذا بالضبط ما حصلنا عليه هنا في هذا الجانب. كان لدينا 2 للقوة 3 ضرب 2 للقوة 5، وفي هذا الجانب تم جمعهما، وما يجعل اللوغاريتمات شيء شيق، وأيضا هو شيء مربك في بدايته. تستطيع أن تشاهد البراهين إذا كنت تود التحقق. براهيني لا توفر التحقق، لكن إذا كنت تريد تفسيرا أفضل في معرفة كيفية نجاح ذلك، لكنني آمل أن يوضح لك هذا لماذا تصلح هذه الخاصية. لأنك عندما تضرب عددين لهما نفس الأساس، أي عبارتان أسيتان لهما الأساس نفسه، سيمكنك أن تجمع الأسس. بالمثل، عندما يكون لديك لوغاريتم لعددين مضروبين ببعضهما، فإن هذا يعادل لوغاريتم كل من العددين مجموعين لبعضهما البعض. إنها نفس الخاصية. إذا كنت لا تصدقني شاهد عروض الإثبات. دعوني أوضح لكم خاصية أخرى للوغاريتمات، إنها نفس الخاصية إلى حد كبير، إنني أعتبرهم نفس الشيء. لوغاريتم الأساس b ل a ناقص لوغاريتم الأساس b ل c، هذا يساوي لوغاريتم الأساس b ل a تقسيم c. يمكننا مرة أخرى أن نجربها ببعض الأعداد. لقد استخدمت العدد 2 كثيرا، لأن 2 عبارة عن عدد من السهل إيجاد قواه، لكن دعونا نستخدم عدد آخر. لنفترض لوغاريتم الأساس 3 ل لا أعلم، لوغاريتم الأساس 3 ل دعونا نجعله شيقا، لوغاريتم الأساس 3 ل 1 تقسيم 9 ناقص لوغاريتم الأساس 3 ل 81. هذه الخاصية تقول نفس الفكرة. حسنا، سينتهي بي الأمر إلى عدد كبير.
اللوغاريتم الأساس 3 لي 1 تقسيم 9 مقسومة على 81، هذا يعادل 1 تقسيم 9 ضرب 1 تقسيم 81. لقد استخدمت عددين كبيرين في هذا المثال، ولكننا سنواصل. 9 ضرب 81 تساوي 729، إذن هذا يساوي 1 تقسيم 729، إذن هذا عبارة عن لوغاريتم الأساس 1 تقسيم 729. إذن 3 مرفوعة لأي قوة سيكون ناتجها 1 تقسيم 9؟ حسنا، نحن نعلم أن 3 مرفوعة للقوة 2 تساوي 9، والإشارة السالبة تعني أن نقلب، بالتالي هذا يساوي سالب 2. ثم 3 مرفوعة لأي قوة سيكون ناتجها 82، 3 مرفوعة للقوة 3 تساوي 27، إذن 3 مرفوعة للقوة 4، لدينا ناقص 2 ناقص 4. حسنا، يمكننا حساب ذلك بعدة طرق. ناقص 2 ناقص 4 تساوي ناقص 6، والآن يجب علينا أن نتأكد أن 3 مرفوعة للقوة ناقص 6 تساوي 1 مقسومة على 729. هل 3 مرفوعة للقوة ناقص 6 تساوي 1 مقسومة على 729؟ حسنا، هذا يعادل 3 مرفوعة للقوة 6 ويساوي 729، لأن الأس السالب يعمل على قلبه. لنرى، يمكننا أن نضرب ذلك، لكن هذا يجب أن يحقق الحالة. حسنا، يمكننا أن ننظر هنا، دعونا نرى. هذا سيكون 3 مرفوعة للقوة 3 ضرب 3 مرفوعة للقوة 3 يساوي 27 ضرب 27. هذا يبدو أكثر سهولة، يمكنك التأكد منها باستخدام الآلة الحاسبة إذا كنتم لا تصدقوني. على أي حال، هذا هو كل ما لدينا من وقت لهذا العرض. في المرة القادمة سوف أشرح لك آخر خاصيتين في اللوغاريتمات، وإذا كان لدينا المزيد من الوقت سنحل بعض التمارين في الوقت المتبقي. أراكم قريباً.